نهاية الأمر احنا دايما معودينكم في صباح الخير يا مصر، اللي احنا بنقول لكم أهم ما سيحدث خلال اليوم بمشيئة المولى عز وجل. ودلوقتي هنسيب حضراتكم لهذا التقرير اللي هنقول لكم في ايه اللي هيحصل النهاردة إن شاء الله في مصر محليا. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالبنك المركزي قرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر النهاردة بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة. وأوضح البنك أنه هيتم استئناف العمل صباح يوم الأحد الموافق 29 يناير الجاري. النهاردة آخر يوم في امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، وتنتهي المديريات والإدارات التعليمية من عقد اختبارات جميع الصفوف الدراسية من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي العام بالتعليم العام والفني. النهاردة هيقيم مركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية حفل موسيقي لفرقة الخان الساعة 7 بالليل، وهتقدم الفرقة مجموعة من الأغاني التراثية لكبار مؤلفي وملحين الموسيقى العربية بقيادة الفنان فادي المغربي.